عملتها معاكم بطريقة الويكة، هنعملها بالصوص الأحمر، لكن انتي بتستخدميها وهي مجمدة، ما بتسيبيهاش تفك معاكي. دي كانت طريقة البامية النهاردة، وتقمحها وتنظيفها وازاي تفرزيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جديدة، وباي باي. ده هنعمل البامية الويكة. دي أكلة صعيدي. طبعا لو عارفين، يعني البنات اللي عارفين، البامية بنعملها بصلصة وكده. دي طريقة جديدة ولذيذة جدا، وهتعجبكم ان شاء الله.